خلونا نبدأ أخبارنا بالخبر التالي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى محافظات الجمهورية. وكّل سيادته باستغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية في راس سدر والطور، بالإضافة لإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في هذه المناطق بالشراكة مع الخبرات الأوروبية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، موجهاً سيادته بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها، وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تزخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجه. كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة، حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتدي الطريق، فضلاً عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير هضبة المقطم، موجهاً سيادته بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهضبة المقطم، بما في ذلك تطوير شارع 9 الذي يمثل الشريان التجاري الرئيسي بالمقطم. الاجتماع شهد أيضاً استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى، فضلاً عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم، وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين. كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ومنها تطوير منظومة الري في واحة سيوة، فضلاً عن كابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلونا نتابع مع حضراتكم كمان بعض الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توجه إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وكمان نفي الحكومة للشائعات التي ترددت بخصوص طرح السلع والمنتجات بمعارض أهلا مدارس بنفس أسعار باعها في الأسواق، وأخبار تانية كثيرة هنتابعها في سياق التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتقديم واجب العزاء لحكومة المملكة المتحدة. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت بخصوص طرح السلع والمنتجات بمعارض أهلا مدارس بنفس أسعار بيعها بالأسواق. المركز أكد إن معارض أهلا مدارس بتطرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات بتتراوح من 30% ل50%، وكل المنتجات الموجودة مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية.
برضو امبارح نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع فيسبوك أنه تم تنظيم الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق أهالينا والأسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بالإسكندرية، وده على مدار 3 أيام. الملتقى بيستهدف ترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وبيأتي في إطار الدور الإنساني والاجتماعي للوزارة تجاه سكان المناطق الحضرية الجديدة، وفي ضوء مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان امبارح لجنة العفو الرئاسي قالت إنها هتتلقى طلبات المفرج عنهم الخاصة بإعادتهم لحياتهم الطبيعية وحل أي موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس، وده وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللجنة أكدت إن الخطوة دي بتأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية. يعني في الحقيقة لو بنتكلم على معرض أهلا مدارس، هو من أهم المعارض اللي بتحصل في خلال السنة، وده طبعا عشان نوفر على المواطن المصاريف الكتيرة قوي اللي بيبقى داخل عليها بعد انتهاء فصل الصيف وعلى دخول المدارس. بنشوف مدارس كتيرة قوي بتطلب حاجات كتيرة من الطلبة، من سبلايز وغيره وغيره وكراريس وشنط والحاجات دي كلها. في عندنا أكتر من 199 عارض موجود، خصومات بتبدأ من 15% لغاية 30%. في كل حاجة موجودة في المعرض ده، من أدوات كتابية لمقالم لإقلام لكراريس لحتى شنط المدرسة، حتى السبلايز اللي بتطلبها المدرسة موجودة، التعقيم، أدوات التعقيم، كل ده موجود في المعرض بإشراف من وزارة التموين، على أن الأسعار دي بتبقى طبعا أقل من الأسعار اللي موجودة برة، يعني أكيد أكيد مش زي الأسعار اللي موجودة بتتعرض في الأسواق برة. عايز أقول لك حتى يا مصطفى أنه في لابتوبس كمان بتتعرض، في حاجات كتيرة جدا موجودة في المعرض. فإحنا بنقول المعرض شغال لمدة 10 أيام، يلا انزلوا هاتوا الحاجات منها، وفروا فلوس لو الدنيا شايفينها غالية في الأسواق برة، فالمعارض دي أو المعرض ده بيوفر ليكم لغاية 30%، فمهم قوي أن احنا أكيد نحضر ونوفر على نفسنا. خلينا ننتقل سريعا لجولة في المحافظات. معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في عدد من محافظات مصر. أبرزها كان انطلاق فعاليات كرفان للتوعية بالتغيرات المناخية في محافظة الفيوم. منها أيضا كان تنفيذ 487 مشروع خدمي وتنموي ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الشرقية، ومنها بدء تنفيذ منظومة الري الحديثة في منطقة العامرية في محافظة الأسكندرية لترشيد المياه، وأخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الفيوم اللي تم فيها انطلاق فعاليات كرفان للتوعية البيئية، واللي بيستهدف تنظيم مبادرات التوعية المرتبطة بقضايا التغير المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة. في الإسكندرية أعلن المهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بدء تنفيذ منظومة الري الحديثة بالعمرية لترشيد المياه، وقال إن المنظومة دي بتعتمد على استبدال طرق ري الأراضي الزراعية من الغمر إلى الرش والتنقيط لترشيد استهلاك المياه. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 487 مشروع خدمي وتنموي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بتستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية. في الأقصر تم إطلاق فعاليات معرض أهل المدارس، واللي بيعمل على توفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة وبتخفيضات بتصل ل40%. في المنيا تم تسليم 21 منزل لأصحابها من الأسر الأولى بالرعاية بقرية منشأة دعبس بمركز أبو قرقاس، وده بعد إعادة تأهيل المنازل بشكل كامل بإجمالي تكلفة 1,700,000 جنيه، وكمان تم تسليم مساعدات مادية ل50 مريض بالفشل الكلوي من أهالي المحافظة. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة قطع المياه النهاردة عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المسلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح ولحد الساعة 2 الظهر بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات. في شمال سيناء نفذ مجلس مدينة العريش مبادرة لنظافة الشواطئ بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف المناطق الساحلية. في أسيوط أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة زيارة لقرية نزلة بقور بمركز أبو تيج،
وقال إن الوزارة بتستهدف إنشاء وتطوير 134 وحدة صحية ومركز طبي بمحافظة أسيوط، وده ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. في جنوب سيناء استقبل المحافظ اللواء خالد فودة سفراء دول أمريكا اللاتينية، وده في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ اللي هيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي. وخلال الزيارة تم تفقد مركز المؤتمرات الدولية وعدد من الفنادق والمقاصد السياحية في شرم الشيخ.